من هذا؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا رحمة الله. جزاك الله بالخير. أهلا يا حبيبي. كيف حالك يا أخي؟ والله كويس الحمد لله. يا أخي دقيت علي مرتين أنت. يا شيخ أنا ما في سوي اتصال، هذا نفر كلام يشيل جوال. عليك أنا من المسلمين. كله نفر هذا مسلم، يعني أنت بس مسلم. أنت اللي دقيت دقة ومنحرك إن شاء الله. كيف كلام يا شيخ نفر أنت؟ الله أكبر عليك يا أخي. حرام على انت يا حبيبي، حرام عليك انت. الله ياخذ عقلك ان شاء الله. ايش كلام عقلك يا عيب عليك، والله عيب. ان شاء الله تدق على الناس دقه ومنحرف ان شاء الله. والله انت نفر ما في كويس، ما في مزبوط انت. ها؟ ايش كلام ها؟ خلي ولي ها. الله يصيبك. ان شاء الله انت يصيبك ربنا يا شيخ. يا شيخ روح سوي كلام ثاني انت، انت ما في مزبوط انت، كل شويه ها؟ ايش كلام هذا؟ ما في سلام، ما في كلام. جزاك الله بالخير. ما في خير انت نفر، ما في كويس. كيف حالك يا اخي؟ ما في كويس، ايش يبغى انت؟ يا اخي دقيت علي مرتين انت. يا حبيبي انا ما في سوي اتصال، كيف كلام انت كذا؟ عليك انا من المسلمين. الله اكبر، كل نفرات مسلم يا اخي. انت اللي دقيت دقه ومنحرك ان شاء الله. انت والله ما في مزبوط. انت نفر ما في كويس. يا حبيبي انا ما في اتصل، انت مجنون انت. الله ياخذ عقلك. ان شاء الله ربنا يشيل عقل انت يا شيخ، كلام فاضي ما في مزبوط انت. يا شيخ انت نهر حقك، ان شاء الله جهنم وبئس المصير. يلا رو ها، كل مره ها ها، رو يا شيخ. مصيبه انت يا مجنون يا تبان. قاعد تدق علينا، الله يصيب. شيل يا شيخ خلاص.